أعزائي المشاهدين، علم من أعلام العراق ورائد من رواده في مجال لم يسبقه إليه أحد من قبل في وطنه منذ قرون، ذلك هو مجال الفن التشكيلي. نعم، برز في العراق فنانون تشكيليون كان لهم الدور الكبير في تكوين مدرسة مهمة من مدارس الفن الإسلامي، يعني منهم يحيى الواسطي الذي رسم مجموعة كبيرة وعظيمة من الرسوم التي زين فيها مقامات الحريري، وذلك أمر مشهور معروف. منذ ذلك الحين لم يذكر أحد ولم يترجم مؤرخ لرسام قام بأعمال مماثلة بهذا المستوى العالي من الإتقان والتلوين والدقة في الرسم، إلى أن جاء رائدنا هذا الذي سنتحدث عنه الآن، ذلك هو عبد القادر الرسام الذي اكتسب اسمه من فنه، فهو الوحيد الذي عرف بهذا اللقب الرسام. عبد القادر الرسام فعلا كان استثناء بين أهل عصره، لأنه اختص بهذا الفن الجميل وأجاد وجود حتى أصبحت لوحاته تطلب في كل مكان، وأصبحت تزين متاحف الفن ويتسابق إليها محبو الفنون، مع أنه لم يكن مسبوقا بأي تجربة في هذا المجال، لم يكن أحد في وطنه معني بهذا المجال وبهذا الفن. عبد القادر الرسام معلوماتنا عنه مضطربة بعض الشيء. هناك رواية تقول أنه ولد في قلعة صالح في عام 1887، وهناك رواية أخرى تقول أنه ولد في بغداد، وربما نرجح هذه الرواية لأن دراسته الرشدية والإعدادية كلها كانت في بغداد، وكان من المعقول أن يجد طريقه إلى هذه المدارس الحديثة في ذلك الوقت، يعني ليست المدارس التقليدية، ويكون حين ذاك من نشأ في بغداد وربما ولد فيها. على أي حال، هو درس العلوم العسكرية في المدرسة الرشدية العسكرية، والمدرسة الرشدية هذه كانت تحتل أرض الإعدادية المركزية في بغداد قرب دائرة البريد القديمة في منطقة الميدان، ثم انتقل إلى الإعدادية، يعني الرشدية كانت في الإعدادية المركزية ثم الإعدادية العسكرية، وكانت تشغل أرض دار كبيرة شغلتها فيما بعد المحاكم المدنية، وهي الآن يعني تابعة لأمانة بغداد، تقيم فيها بعض الفعاليات الثقافية. وأظهر نباهة وكفاءة في دراسته للعلوم العسكرية، أهله هذا لأن يسافر لإكمال دراسته كما كان يفعل النابهون من البغداديين في ذلك العصر، أن يسافر إلى العاصمة العثمانية إلى إسطنبول ليكمل دراساته العسكرية. وفعلا هناك التحق بالمدرسة الحربية، وكان من ضمن المواد التي تدرس في تلك المدرسة أو تلك الكلية، بالحقيقة كانت الكليات تسمى مدارس، كان من ضمن هذه المواد درس الرسم، يعني حتى يتخرج الضابط وهو يعرف كيف يرسم المشاهد التي حولها، ويعني يعد من العلوم المساعدة. فدرس الرسم على أيدي رسامين أتراك، أساتذة رسم هناك، فأعجب به فور تعلمه ومهر في هذا الفن، وبرزت مواهبه فجأة كرسام يتجاوز مستواه، مستوى الطالب الذي يتعلم هذه المادة لأجل أن يجتازها، وشرع يرسم وهو في إسطنبول كل شيء حوله،
رسم القصور والجوامع الكبيرة التي تزداد بها هذه العاصمة، ورسم السواحل البحر، شواطئ الأنهار، رسم كل شيء حوله، رسم حتى حركة الناس، الناس وهم يحتشدون في الأسواق، سقايات الماء، الزخارف التي تزين بعض المشاهد والأضرحة، رسم كل شيء. انطلق هذا الشاب يرسم ويرسم كل ما هو حوله، ثم وجد أن من المناسب أن يعني يرتقي بمستوى دراسته إلى أن يأخذ أصول الفن على أيدي الرسامين الكبار ممن كان يقيم في العاصمة العثمانية، منهم رسامون أتراك ومنهم رسامون من غيرهم، أوروبيين كانوا يعني يتخذون من هذه العاصمة مكانا يعني يمارسون فيه فنهم، فكان ينتقل من رسام إلى آخر ويعني يتأمل ما يرسمون ويتعلم منهم ما يقومون به. كان في إسطنبول في ذلك الوقت نوع من النهضة الفنية قوامها أولئك الذين كانوا يفدون إليها كما قلت، وهم في الغالب متأثرين بما يسمى بالواقعية الأوروبية، فأعجبه هذا الضرب من الفنون وزاد إنتاجه حتى تخرجه في عام 1905. زاد إنتاجه من اللوحات وزادت وتعمقت تجربته في مجال الفن التشكيلي. وحينما عاد إلى وطنه العراق وهو شاب، عين ضابطا برتبة ملازم ثاني كالعادة في قلعة الصالح، وهناك عاش حياة هادئة بعيدة عن ضوضاء المدن الكبيرة، ولم تكن هناك حقيقة مدن كبيرة إلا بغداد ربما وبعض المدن الأخرى، عاش على أي حال بعيدا عن المدن، وهيئ له عيشه هذا يعني الفرصة لأن يتزوج هناك وأن يختم في القوة العثمانية العسكرية المرابطة في جنوب العراق. إلا أن هدوء حياته هذا ما لبث أن تكدر حينما بدأت الحرب العالمية الأولى، وبدأت وشرعت القوات البريطانية بالنزول في الفاو، وتقدمت بعد احتلالها البصرة باتجاه الشمال يعني باتجاه بغداد، ووجد نفسه طبعا بحكم وظيفته ومنصبه يحارب مع الجيش العثماني، القوة العثمانية المرابطة هناك ضد الهجوم البريطاني، ولكن هزيمة القوات العثمانية وانتصار القوات البريطانية اضطره إلى أن يهرب من بعد انتهاء القتال، لأن كان البريطانيون يعني يأسرون من يجدونه بعد انتهاء هذه المعركة، اضطر أن يختفي في بعض الأماكن، ثم اضطر أيضا لأن يجد له مورد رزق وهو مسؤول عن عائلة، فافتتح له بعد حين يعني بعد نحو سنة مرسما صغيرا أو مشغلا يرسم فيه من يريد أن يحتفظ لنفسه بصورة يرسمها هذا الرسام الشاب، وحقيقة كان هذا أول مرسم يفتتح في العراق كله، يعني لم يكن ثمة من يفكر أصلا، لم يعرف الناس ما معنى مرسم، يعني هذا فتح مرسما صغيرا وشرع يرسم فيه من يريد أن يرسمه، وكان بهذه الوسيلة يدبر أمر عيش أسرته. ولكن حينما استقرت الأوضاع في البصرة واحتل البريطانيون البصرة ويعني استقرت الأمور بيدهم، وكانت العمارة وضمنها قلعة صالح تابعة طبعا إلى إدارة البصرة، افتتح البريطانيون مدرسة هناك في قلعة صالح، وقدم عبد القادر الرسام أوراقه واختبر
فكان من المتفوقين، وبالتالي عين مدرسا في هذه المدرسة ليبقى فيها نحو ربع قرن يدرس مواد الرسم والتاريخ والجغرافيا، وكان مولعا بالتاريخ أيضا، وربما كان تأمله لآثار الماضين في العاصمة العثمانية كل ذلك كان يوقظ في نفسه هذا الحس بالماضي، كما أن لوحاته أيضا تؤكد هذا المعنى. عبد القادر الرسام كان إنسانا هادئا، عاش حياة هادئة، وكان متفوقا فيما درسه، وكان محبا لمن حوله، لذلك أحبه الناس هناك. وبعد حين من الوقت يعني طلب التقاعد، وقد يعني درس نحو 25 سنة، وغادر قلعة صالح وغادر العمارة، هو آخر سنة نقل إلى العمارة بناء على طلبه، غادر هذه الأماكن وذهب إلى بغداد ليفتتح فيها أول مرسم تشهده العاصمة العراقية، يعني بعد المرسم الذي أنشأه في قلعة صالح، أنشأ مرسما وشرع يرسم فيه ما يحب أن يرسم أو ما يحبه الذين كانوا يقصدونه من أجل أن يرسم صورا لهم، وسرعان ما تقاطر عليه القوم، البغداديون وحتى السياح والبريطانيون الذين كانوا لهم وجود في العاصمة في ذلك تلك السنوات كانوا يقصدونه طلبا لتلك اللوحات الرائعة التي يقوم برسمها، وبدأ إنتاجه يزيد، رسم كل شيء حقيقة، كان في كل لوحاته عراقيا تماما حتى نخاعه، كل لوحاته، مع أنه درس الفن على أيدي رسامين أوروبيين ودرسه في العاصمة العثمانية، ولكن لوحاته جاءت عراقية صميمة، رسم النخيل وضفاف الأنهار، ورسم انعكاس ظل النخيل على شواطئ الأنهار، ورسم القرية العراقية وهي قريبة من ضفاف هذا النهر أو ذاك، أو أنها منفردة في وسط البرية، ورسم المعالم الآثارية الملوية وغيرها من المعالم، رسم الحياة اليومية في العراق، سكان القرى رسمهم هم بملابسهم وبحياتهم، رسم ضواحي بغداد، رسم الرعاة ورسم الملاحين، رسم كل شيء حقيقة، كان مبدعا بطريقة تنفيذه لأعماله وبالأفكار التي كان يعني توجهه نحو اختيار هذه الموضوعات. خلد عبد القادر الرسام وهو الرسام الأول في العراق العراق كله، لم يدع شيئا إلا ورسم، رسم حتى أزياء السكان، رسم تقاسيم وجوههم، اللوحات التي رسمها للأشخاص مع الأسف أكثرها ضاع، يعني لا نملك إلا لوحة واحدة رسمها لعالم آلوسي من الأسرة الآلوسية، رسمه، وحينما تتأمل هذه الصورة تراه ينظر إليك بنظرة ثاقبة، استطاع في لوحاته البورتريت يعني اللوحات الشخصية أن يصور دواخل الإنسان، داخل الإنسان الذي يرسمه وليس مجرد مظهره. حقيقة كان هذا الفنان مبدعا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، رسم السماء المتربة في العراق، كثيرا ما يعني تكون هناك عواصف ترابية، رسم كل شيء حقيقة، من يتأمل المناظر التي رسمها لا يشك لحظة في أنه يرى مشهدا عراقيا خالصا في كل شيء، يعني رسم البيئة العراقية
بناسها، بمعالمها، بأشجارها، بأنهارها، بسمائها، بلون ترابها. حقيقة كان هذا مبدعا بمعنى الكلمة. اختار له أن ينشئ مرسما في داره في جزء من داره في محلة الصابونشية قريب من الميدان في بغداد، ورسم أسدا على مدخل هذا البيت أو هذا الدار التي اتخذها، فكان الناس يدهشون لمنظر هذا الأسد وكأنه يريد أن يهجم عليهم. يعني الناس لم يكونوا يعرفون هذه المسائل يعني، فكان الرسام يعني مبدعا في هذا. أيضا من ناحية أخرى كان الرسام رجلا اجتماعيا، رغم كل حياته وانصرافه للرسم لكنه كان اجتماعيا محبا للناس، وكان يحظى بمحبة الناس. أيضا كان الكثير من المهتمين بالفنون، وهو نفسه كان سببا في خلق يعني محبة لهذا الفن لدى الناشئين. كانوا يعني يذهبون إلى مرسمه وهو يسمح لهم أن يتفرجوا على أعماله ويتفرجوا عليه وهو ينفذ هذه الأعمال. كان اجتماعيا تماما، محبوبا من جيرانه ومحبوبا من محبي فنه، حتى أنه أنشأ، وهذه أول مرة أيضا تجربة رائدة في تاريخ العراق، أنشأ رابطة أو جمعية باسم أصدقاء الفن، أراد بها أن تلم يعني أو تشجع الفنانين الناشئين على الاهتمام أو على ممارسة هذا الفن والمضي فيه. طبعا يعني نتوقع ليس كل الناس في ذلك العصر يحبون الفنون الجميلة أو يدركون أهميتها، فأنشأ رابطة أصدقاء الفن، وقد وصلت هذه الرابطة بين أولئك الشباب المهتمين بترقية حسهم الفني، وزاد وتوسعت هذه الرابطة بمن انضم إليها من الناشئين. أصبح الرسام حقيقة مقصدا، ومرسمه مقصدا لكل من كان يقصد بغداد، لا سيما من السياح ومن القادمين إلى هذه المدينة. لوحاته انتشرت في أماكن من العالم، وانتشرت في بيوت سراة القوم، يعني من كان يستطيع أن يشتري لوحة كان يضعها في غرفة استقباله. هذا كله حسن فهم الفن في بلد لم يكن يعرفه منذ قرون. من لوحاته الكبيرة رسم لوحتين جداريتين على في داخل سينما كانت مشهورة، دار سينما مشهورة في بغداد، سينما رويال، التي كانت تقع في مكان جراج الرصافي اليوم في بغداد، سينما كبيرة وهي من أوائل دور السينما التي أنشأ. رسم لوحتين جداريتين، ربما كانتا أول لوحة جدارية تنفذ في بغداد، وكان الناس يدهشون، يعني يتركون الفيلم الذي يعرض ويتفرجون على هذا الإبداع الهائل الذي أداه. مع الأسف هذه البناية نقضت، فخسرت بغداد تلك اللوحتين المرسومتين لأنه رسمها على الجدار مباشرة فزالت. كثير من أعماله الفنية انتشرت ولكنها لم توثق ولم تصور حتى، ففقدناها. بقي منها يعني شيء في بعض الدور وفي بعض الأماكن، حتى لوحاته التي وجدت طريقها إلى متحف الرواد وإلى المتحف العراقي للفن الحديث، حتى هذه نهبت في عام 2003 في ضمن أحداث الفوضى التي عمت العاصمة العراقية، وفقدناها ولم يبقى منها من صورها إلا القليل. كان راسم مجموعة كبيرة من التخطيطات الاسكيتشات موجودة لدى بعض أسر الموسرين في البصرة، لكن لا نعرف مصيرها الآن. حقيقة لم يقم أحد بعمل يعني لجمع هذا التراث الفني في حينه، وبالتالي فقد العراق الكثير من إبداعات هذا الفنان. عبد القادر الرسام توفي عام 1952
يعني منعزلا في آخر حياته، و لا نملك إلا أن نترحم عليه. وإلى حديث آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.